اختي قمر كريتا عسلامه لباسه امي فاطمه راسها يوجع فيها حاجتها بشويه دويم تاع راس ايه لحظه واحده زينات خير اسمع اعطيها الاسبرين هذه من عندي ما شاء الله لاباس قولي علي لاباسه زدموا عليه الحاكم البارح شدوه شنو مش قلتولي متخبي مليح فوق السطوحات كيفاش شدوه هنت لامي فاطمه ومزبلوه قالوا له كان ما طابتش نقرعوا له البوليسيه لا البانديه اللي غدروا والبوليسيه تفرجوا عمي علي في ورد وانا لازمني نقف مع وقفه الرجال نتلهى له بالنصب اسمع كاريتا حكيت تبطيل القرايه هذيا نساها والنصبه تلقاو لها حل يا اخي باش نجي خير من ندي الكل يحب يبطلوا القرايه اسمعني حبك بعد الفطور تجيني انت واصحابك هذوما الكل يحبوا يبطلوا القرايه باهي وين نجي لدار الشباب دار الشباب شنو نتعلموا فيها الموسيقى والمسرح هاي عقلت هاي ربي يعني. سلام عارفي شنو جايبك جبت لك خبر باش يعجبك يا عارفي عارف ما اخبارك كي وشك شورب شبيه شد كيفاش شدوه لانكر وجماعته شدوا له امه قالوا له لو كان ما تعبتش نقرعوا لها راسها اعوذ بالله من غضب الله ولينا ندوروا على الولايه توا توا هذه رجله لا وشكون خالتي فاطمه عارفي خالتي فاطمة هذيك أمورهم يحلوها بيناتهم أنا هكا يظهر لي يرجع لك القدر متاعك في السوق وزن كلامك حبيب أنا قصد شي عارفي تكمل تشد لنقر والطرق وبتريحة الناس تولي تشوف لك بيها وفتحي فتحي هذاك إلا وش كان على مصلحته واجمع لي معاه خليها عليها يا عارفي نعرف كيفاش نجيبه صوفي تباع برزان حبيب عاود دوام يا فاطمه عايشي ولدي وخليفه يسلم عليكم وقالكم تستحقوا حاجه انا موجود سلم عليا قول له كثر خير قول تبارك على روحك في شفاء يا فاطمه يكثر خير وخليفه